الهدف الأساسي من ألعاب الفيديو هو إنك تستمتع فيها، وفي ناس بيستمتعوا لما اللعبة اللي يلعبوها تكون جداً صعبة، وفي ناس بيستمتعوا لما اللعبة تكون سهلة وبسيطة. عشان كذا لما تلعب أي لعبة جديدة، اللعبة بتعطيك حرية اختيار مستوى الصعوبة اللي يناسبك، سواء سهل، متوسط أو صعب، رح تختار المستوى اللي يناسب، وهذا الشيء الطبيعي. بس الشيء الغير طبيعي إنه في بعض الألعاب رح يستهزئوا ويتمسخروا عليك إذا اخترت المستوى والسهل، أو حتى إذا اخترت أي مستوى ثاني ولعبت اللعبة وكنت فاشل وكل شوي قاعد تموت، فاللعبة رح تستهزئ وتتمسخر عليه. فهذا موضوع فيديو اليوم، 10 ألعاب تستهزئ باللاعبين الفاشلين. فيلا خلنا نبدأ. قبل لا نبدأ حاب أعلن عن الفائز بآخر giveaway على $500 واللي كان على آخر فيديو توب 10، والفائز معنا حسن تي آر، إن شاء الله ألف مبروك. والgiveaway الجديد على $500 أيضا، إذا حاب تدخل بفرصة الفوز فيها كل عليك تسويه ادعم فيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك أي تعليق أسفل الفيديو. وهذا الفيديو برعاية موقع كوداشوب. كوداشوب يعتبر أفضل موقع لشراء بطاقات إعادة الشحن في الألعاب والخدمات. الموقع فيه بطاقات تعبئة الرصيد لكل الألعاب تقريبا من Call of Duty Mobile، PUBG Mobile، وبطاقات خدمات نفس بلاي ستيشن، ستيم، الأب ستور وغيرهم كثير. طيب إيش يميز كوداشوب عن غيره من المواقع؟ أولا بيعطيك أسعار جدا قوية، ثانيا طرق الدفع جدا سهلة، على حسب الدولة اللي أنت فيها راح تلاقي طرق دفع لهالدولة، وثالثا الموقع جدا آمن ومرخص من الشركات الرسمية اللي تبيع هالبطاقات. هذا غير أنه راح تحصل الكود على طول أول ما تدفع، عندهم دعم فني 24 ساعة في جميع أيام الأسبوع، وحالياً مسوين خصومات رهيبة في السعودية، خصم 15% على الشحن في Call of Duty Mobile، وبيكون شحن مباشر من الموقع إلى اللعبة، و10% على PUBG Mobile وموبايل ليجند بانك بانك. فيلا شيكوا موقع كوداشوب موجود أسفل الفيديو. طيب خلنا نبدأ بالمرتبة العاشرة من الألعاب اللي تستهزئ في الفاشلين مع لعبة Metal Gear 5. سلسلة ألعاب Metal Gear المشهورة معروفة بنظام لعب التخفي والجاسوسية. معظم المهمات في اللعبة هي عبارة عن أنك لازم تتسلل إلى قاعدة أعداء عشان تقتل شرير معين أو تسرق معلومات بدون لا حد يشوفك من الجنود أبداً. واللعبة بتوفر لك عدة معدات وطرق تساعدك على هذا الشيء. يعني مثلاً أسلحتك كلها بيكون فيها كاتم للصوت، ولما تقتل أي عدو تقدر تسحب جستة وتخبيها عشان لا يشوفوها باقي الجنود ويصيروا يدوروا عليه. ومع كل هذه الأشياء اللي ذكرتها، لو لسه كنت فاشل في اللعبة والأعداء كل شوي يفضحوا مكانك ويقتلوك، فاللعبة رح تعرض عليك إنك تلبس قناع الدجاجة، واللي المفروض إنه رح يخلي اللعبة سهلة عليك. ولو وافقت ولبست القناع فاللعبة رح تصير سهلة بشكل مبالغ فيه. الأعداء رح يصيروا ما يشوفوك أبدا، وحتى لو شافوك وطلقوا عليك فمن شبه المستحيل إنك تموت، ورح تقدر تخلص أي مهمة بسهولة تامة. بس أعرف إنه اللعبة شايفتك فاشل وقاعدة تستهزئ فيك، وغير كذا لازم تخلص المهمة بالكامل وانت لابس قناع دجاجة، واللي رح يخرب عليك أجواء اللعبة الجدية. في المرتبة التاسعة عنا لعبة تخفي أيضا، بس أجواءها مختلفة بالكامل عن Metal Gear، واللي هي لعبة Sticks Shards of Darkness. لعبة ستيكس هي لعبة تخفي وجاسوسية بس بعالم خيالي أجواء مشابهة لعالم Lord of the Rings. وقصة اللعبة بكل بساطة أنه صار في حرب بين البشر وكائنات اسمهم الجوبلينز أو بالعربي الغيلان، وفازوا البشر بهالحرب، والغيلان صاروا مشتتين في كل مكان عم يهربوا من البشر عشان لا يقتلوهم. فباللعبة تلعب بشخصية غول اسمه ستيكس، ومهمتك بكل بساطة أنك تتسلل لعند البشر وتسرق من عندهم أكل، أسلحة، فلوس، وفي أشياء ثانية كثير بتصير بقصة اللعبة. ولو مسكوك البشر في أحد هالمهمات فصعب جدا أنك تقاتلهم ورح يقتلوك وتموت. بس لو كنت جدا فاشل ونوب في اللعبة ومتت فوق الخمس مرات ورا بعض، فالشخصية اللي تلعب فيها اللي هو الغول ستيكس راح يعصب بعد ما تموت خمس مرة، وراح يطلع ويتكلم معاك أنت اللاعب، وراح يقول لك هذا الكلام: You realize using the controller with your feet's not gonna gain you an achievement, right? There's no need to be ashamed. I'm not gonna tell anyone if you put the level of difficulty down. How about this? I'll come out there and take the controller, and you come in here and die.
صراحة قوية. أنا لو كنت قاعد ألعب اللعبة وقال لي هالكلام فرح أحترم نفسي وأحسن مستوى لعبي. في المرتبة الثامنة ما عنا لعبة استهزأت بالفاشلين، لا بل عنا لعبة استهزأت باللاعبين الكسولين، واللي هي لعبة فيبل. اللعبة نزلت عام 2004 وكانت حصرية على الاكس بوكس، وعالم اللعبة قريب على عالم لعبة ستيكس اللي في المرتبة التاسعة، واللي هو عالم خيالي بس بتلعب فيه بشخصية ولد بيقاتل الأشرار والوحوش بهالعالم. واللعبة بنظام العالم المفتوح، يعني في كثير أماكن تقدر تروح عليها وتستكشفها، وفي أحد الأماكن في اللعبة في صندوق لو فتحته راح تلاقي في خريطة، ولو أخذتها رح يتكلم معاك واحد ويقول لك هذه الخريطة رح تساعدك عشان تلاقي المقلاة السحرية واللي هي سلاح جدا قوي في اللعبة. والخريطة رح تدلك على عدة مهمات لازم تسويها عشان تعرف مكان هذا السلاح، ورح تاخذ معاك فوق الساعة تقريبا. بس لو كنت كسول وما ودك تسوي هالأشياء تقدر بكل بساطة تفتح جوجل وتكتب وين ممكن ألاقي المقلاة السحرية في لعبة فيبل، ورح تلاقي المكان بالضبط وتقدر تروح وتاخذ السلاح بدون لا تسوي ولا مهمة. بس مطورين اللعبة كانوا أذكياء وحاسبين حساب هالشيء، فلو أخذت السلاح بدون لا تسوي ولا مهمة في الخريطة يعني غشيت من جوجل، فالسلاح رح يكون جدا ضعيف وما رح تقدر تقتل فيه ولا عدو ولا تسوي فيه أي شيء أصلا. بينما لو ما كنت كسول ومشيت على الخريطة وسويت المهمات وبعدين أخذته، فالسلاح رح يكون جدا قوي ومن أقوى الأسلحة الموجودة في اللعبة. بس لو تكاسلت راح يكون عندك مقلاي ما فينك تسوي فيها اي شيء. في المرتبة السابعة في شيء معروف بعالم الالعاب اسمه كونامي كود، واللي هو كلمة سر موجودة في جميع العاب شركة كونامي نفس سايلنت هيل، متل جير، نينجا تورتلز. والهدف من الكود انه احيانا يسهل عليك اللعبة اذا كنت فاشل فيها، واحيانا يسوي لك لغز في لعبة معينة. هذه هي كلمة السر قدامكم، واللي هي فوق فوق تحت تحت، يسار يمين يسار يمين BA. وأول استعمال للكود كان عام 1985، كان في لعبة قتال طيارات من شركة كونامي اسمها Gradius، وكانت جدا صعبة، فالشركة حطت هذا الكود وأي واحد رح يستعمله رح ياخد درع على طيارته تحميه من كل طلقات الأعداء. ومن بعدها الكود اشتهر بشكل جدا كبير وصار موجود بكل الألعاب تقريبا نفس GTA، Fortnite، Rocket League وفوق 100 لعبة ثانية. المهم شركة كونامي نزلت لعبة Silent Hill الجزء الثالث عام 2003، وكانت اللعبة جد مخيفة. هي ألعاب سايلنت هيل أصلاً رعب ومخيفة، بس الجزء الثالث كان جداً مخيف. فلو حاولت تحط الكونامي كود كلمة السر عشان تسهل عليك اللعبة، فاللي رح يصير إن أحد الشخصيات الرئيسية في اللعبة واللي هو محقق الشرطة رح تتغير ملابسه إلى الملابس الداخلية. أي مثل ما شايفين رح يضل لابس هالبوكسر حتى نهاية اللعبة، لأن هي اللعبة مخيفة وانت حطيت كلمة السر عشان تخفف الصعوبة، فلما تشوفه لابس ملابس داخلية في اللعبة فأكيد رح تخليك تضحك وتخفف عليك أجواء الرعب اللي في اللعبة. في المرتبة السادسة عنا لعبتين يستهزئوا بالفاشلين أو المنوب، بس اللعبتين بيستهزئوا بنفس الطريقة. اللعبة الأولى هي Wolfenstein The New Order، وهاللعبة بتقاتل فيها النازيين ومعروفة إنها من أقوى ألعاب الأكشن والقتال. فإذا أنت متعود تلعب الألعاب على المستوى السهل أو المتوسط، فنصيحة لا تفكر تلعب Wolfenstein، لأن المستوى المتوسط اسمه Don't Hurt Me أو لا تأذيني، والمستوى السهل اسمه Can I Play دادي، واللي معناها بالعربي بابا ممكن ألعب، يعني طفل ولد صغير أنت لو هتلعب على أسهل سهولة. حتى صورة البطل ملبسين ملابس أطفال وحاطت في تمه البنبونة. واللعبة الثانية اسمها بريني، وتقريبا تستهزئ باللاعبين بنفس الفكرة بس مزودينها شوي. لعبة بريني هي لعبة 2D يعني نفس ألعاب سوبر ماريو القديمة، وبتتحكم ببطريق وبتقاتل وحوش. اللعبة كانت معروفة بأنها جدا جدا صعبة، ولما الشركة أعلنت عن الجزء الثاني للعبة معظم اللاعبين كانوا عم يطالبوا الشركة انهم يحطوا مستوى سهل، وفعلا نزل الجزء الثاني وحطوا مستوى سهل واسمه بيبي مود، وبس تختاره بكتب لك انه هذا المستوى لجميع المنوب اللي بيلبسوا حفاظات. وفعلا اللعبة جدا سهلة بهذا المستوى، بس في داخل اللعبة في اشياء بتاخذها عشان تعبي الحياة او الهيلث عندك. فبالمستوى السهل مبدلين هالاشياء بالحفاظات، إيه كل شوي بتاخذ حفاظة عشان تعبي الحياة عندك.
أكثر من كذا إهانة ما في الصراحة. في المرتبة الخامسة عنا اللعبة الغنية عن التعريف باتمان أركام نايت. الألعاب كلها اللي ذكرتها بهالفيديو لحد الآن يستهزئوا أو يتمسخروا على الفاشلين بلحظات أو مواقف معينة، بينما في لعبة باتمان أركام نايت كل مرة رح تموت فيها رح يطلع الشرير يلي قاعد تقاتله ورح يقعد يتمسخر عليك. حرفيا كل الأشرار في اللعبة رح يتمسخروا عليك ويستهزئوا بلعبك في كل مرة رح يقتلوك فيها. شوفوا معاي بعض اللقطات من بعض الأشرار. I didn't want it to end like this, Batman. I kind of hoped you put up more of a fight. Oh, Bats. I really figured you'd last longer than that. I thought he was supposed to be tough. Aw, off to see Mom and Pop at that big country club in the sky. What happened, Batman? You used to put up a fight. Stupid little dead bat. Who's gonna save you now? It's fate, Batman. Don't try and fight it. You have failed to stop me, Batman. Now Gotham will fall. Who's gonna fight crime now? Robin? في المرتبة الرابعة عنا لعبة Earthworm Jim. هذه اللعبة قديمة نزلت بالتسعينات على جهاز ألعاب السيجا، وفكرة اللعبة إنك بتلعب بحشرة لابسة بدلة فضائية وبتقاتل وحوش وأشرار في الفضاء، وفي مهمات لازم تسويها عشان تنقذ الأرض. ومثلها مثل أي لعبة لما تبدأها اللعبة بتعطيك حرية اختيار مستوى الصعوبة، سواء سهل متوسط أو صعب. وعلى عكس الألعاب اللي ذكرتهم بالمرتبة السادسة، اللعبة ما رح تستهزئ فيك إذا اخترت المستوى السهل، ما رح يكون اسمه بيبي مود أو شيء هالكلام. بس لو اخترت المستوى السهل ولعبت اللعبة ووصلت الى المهمة الاخيرة، يعني خلاص بقي لك مهمة واحدة وتخلص اللعبة، فاللعبة راح توقف عليك وما راح تسمح لك تروح للمهمة الاخيرة، وراح يطلع واحد يقول لك هالكلام. What a worm. Playing on practice, eh? Well, you'd better step up the difficulty setting if you want to see the real ending. إيه مثل ما سمعتوا، اللعبة راح تسبك وتقول لك يا حشرة، وراح تقول لك عشان تكمل اللعبة وتشوف المهمة الحقيقية بروح غير مستوى الصعوبة وعيد اللعبة كلها من البداية. بالنسبة إلي الألعاب اللي بالمرتبة السادسة أرحم، لأنهم يقولوا لي من البداية اختار المستوى السهل وراح تكون بيبي أو يستهزئوا فيني، بينما هنا خلوني ألعب المستوى السهل كله على الفاضي. لا، وغير كذا لسبب من الأسباب، بعد ما تسبك اللعبة وتقول لك حشرة راح يحطوا لك 5 صفحات معلومات وحقائق عن الحشرات. إيه بس كذا بدون أي سبب. What are worms? Adult animals that have soft elongated, often tube-like bodies and the backbones are called day perry. Words are different from one another. They're single groups, like the tribe of this worm and the tribe of that worm. Every language they use apply to animals, like dogs. في المرتبة الثالثة عنا لعبة ما رح تستهزئ أو تتمسخر عليك إذا كنت فاشل فيها، لا بل اللعبة رح تتفاجأ منك، واللي هي لعبة Call of Duty Modern Warfare. في طور التختيم أو القصة بمودر وورفير في مهمة لازم تتسلل فيها على بيت بنصف الليل وتقتل الأعداء اللي في البيت، والبيت من عدة طوابق، وكل شوي تطلع على طابق وتفتح باب الغرف اللي فيه وتشوف إذا في أعداء جوا تتقاتل معهم أو لا. في أحد الغرف رح تلاقي فيه بيبي على التخت وقاعد يبكي، لو طلقت عليه بالغلط أو متعمدا وقتلته فاللعبة رح تخسرك وتخليك تعيد المهمة، ولو عدت المهمة وطلقت على البيبي مرة ثانية وقتلته فنفس الشيء، اللعبة رح تخسرك وتخليك تعيدها، ولو في المرة الثالثة طلقت على البيبي وقتلته فاللعبة رح تطلع لك رسالة مكتوب فيها Are you serious؟ يعني بالعربي من جدك قاعد تقتل طفل يا مريض. يعني أول مرة ممكن ما انتبهت، ثاني مرة ممكن بالغلط، ثالث مرة لا واضح أنت تبي تقتل البيبي. فالمهم راح تطلع لك هالرسالة وراح تطردك برا المهمة على القائمة، ولازم تعيد المهمة من الأول بالكامل عشان تعديها. هذا عقاب لأي مريض نفسي قاعد يلعب اللعبة. في المرتبة الثانية عنا لعبة بانجو كازوي، وهاللعبة تستهزئ بالنوبس أو الناس اللي ودهم اللعبة أسهل بطريقة جدا قاسية. وأظن معظمكم ما بيعرف اللعبة، بس هاللعبة كانت جدا مشهورة من زمان، ونظام اللعب تبعها شبيه بألعاب مثل كراش بانديكوت، سبايرو، وبعد ألعاب سوبر ماريو. اللعبة كانت على أجهزة نينتندو، وكان لما تشتريها بيجي معاها بالبوكس كلمات سر بتسهل عليك اللعبة. يعني إذا كنت عالق في مكان ومو عارف تخلص المهمة، في كلمة سر بتحطها وبتخلص لك المهمة، وفي كلمة سر ثانية تعطيك آيتمز وأغراض كثير مجانا، بس مسموح لك تستعمل كلمات السر
السر اللي تسهل عليك اللعبة مرتين فقط. إذا حاولت تستعمل كلمة السر لمرة ثالثة فرح يطلع لك الشرير ويقول لك لو استعملت كمان كلمة سر فرح أمسح تخزينتك في اللعبة بالكامل. وبعض الناس على وقتها فكروا أي كلام أو مزحة من اللعبة واستعملوا كلمة سر مرة ثالثة، وبعدين تفاجأوا أنهم سمعوا ضحكة الشرير واللعبة قفلت عليهم. بعدين لما حاولوا يدخلوا على اللعبة لقوا اللعبة جديدة في الكامل، كل تخزينتهم وكل شيء لعبوه انمسح ولازم يعيدوا من البداية. هذه تعتبر أقوى مقلب سوتها اللعبة في لاعبينها. في المرتبة الأولى عنا عدة ألعاب يستهزئوا بالفاشلين بنفس الطريقة، واللي هي طريقة جدا قاسية. لما تلعب أي لعبة على البلاي ستيشن أو الإكس بوكس فاللعبة بيكون فيها شيء اسمه تروفي أو أتشيفمنت، واللي هو بكل اختصار لما تسوي مهمات او تحديات معينة بداخل اللعبة فاللعبة راح تعطيك كأس او انجاز انك سويت هالمهمة، بس هالكأس راح ينضاف على حسابك على البلاي ستيشن وحسابك على الاكس بوكس. يعني اي واحد من اصدقائك حتى لو ما يلعب اللعبة راح يشوف انه اوه انت خلصت هالتحدي في هذه اللعبة. فالالعاب اللي راح اذكرها الان استعملت هذه الخاصية عشان تستهزئ باللاعبين الفاشلين. نفس لعبة كرة السلة المشهورة NBA بولز، لو عم تلعب اونلاين في اللعبة وخسرت 5 أيام ورا بعض فاللعبة رح تعطيك achievement او تروفي اسمه loser او فاشل بالعربي. المثال الثاني عنا لعبة فيفا 2010. اذا كنت قاعد تلعب اونلاين بلعبة فيفا وشفت نفسك رح تخسر فقررت تطلع من اللعبة قبل لا تنتهي فاللعبة رح تعطيك كأس او achievement اسمه bad loser او الفاشل السيء. مثال ثاني في لعبة القتال dead or alive، اذا كنت جدا فاشل في اللعبة خسرت 20 جيم اونلاين بدون ولا فوز فاللعبة رح تعطيك انجاز اسمه 20 خسارة. واخر مثال عنا بلعبة هيلو 4، اظن اي واحد يلعب العاب شوتر يكره الكامبرز واللي هم اللاعبين يلي بيضلوا متخبيين بمكان معين وما بيتحركوا ابدا بس بيستنوا الاعداء تجي لعندهم عشان يذبحوهم. ففي لعبة هيلو اذا ضليت واقف بمكان لفترة طويلة وما تحرك فاللعبة رح تعطيك achievement اسمه pitch attend او بالعربي حط لك خيمة، يعني قاعدة تستهزئ فيك وتقلك انت كامبر. والرابط المشترك بين كل هالألعاب انه اللعبة ما تستهزئ فيك لوحدها وخلاص، لا بل تخلي كل اصدقائك واي واحد راح يزور حسابك بالمستقبل يشوفك انك فاشل وما تقدر تمسحها او تشيلها، خلاص موجودة على حسابك للأبد. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يكون عجبكم وأتمنى لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك، وشاركونا بالتعليقات إيش أقوى استهزاء من لعبة ذكرتها بهالفيديو، وإذا عندك إنستغرام أو تيك توك شيكوا حساباتي موجودة روابطها بوصف الفيديو. وبس كان معكم بشار كيال أو بشار كيكي، شوفكم فيديوهات ثانية إن شاء الله، مع السلامة.